داشلاند أو كلب السجق أو كلب الغرير، هي سلالة كلاب ألمانية صغيرة في الحجم، تم تطويرها وتهجينها من سلالات التيرير والبلاد هاوند والبازت وكلاب البرونوجورا لهدف أساسي، وهو مطاردة وصيد الفرائس الصغيرة زي الأرانب وحيوان الغرير أو غرير العسل. الداشلاند كلب صغير في الحجم، فالذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه 21.5 سنتي ووزنه بيوصل لستة كيلو جرام. الداشلاند كلب فيه منه نوعين من حيث الحجم، وهم المينيتشر والستاندر، وفي منه ثلاث أنواع من حيث فرو الكلب، وهم اللي شعره ناعم واللي شعره طويل واللي شعره قصير وخشن. الداشلاند كلب لطيف مع الأطفال ولطيف مع الحيوانات، لكنه حذر مع الأغراب، ده غير انه كلب حيوي وبيحب اللعب والتنطيط وصحته كويسة. الداشلاند كلب صغير في الحجم لكن شخصيته كبيرة جدا وذكي وشجاع وعنيد حبتين. الداشلاند بيعيش من 12 ل 16 سنة، والكلب ده خيار كويس جدا ككلب حراسة لو المكان عندك مش كبير. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.